عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس، الحصة الماضية أخذنا الأعداد الكسرية، الفكرة الأولى اللي هي تمثيل على خط الأعداد وأنواع الكسور فعلية وغير فعلية وأعداد كسرية ومما يتكون الكسر. اليوم يا خامس بدنا نكمل الفكرة الثانية في درسنا، تمثيل الأعداد الكسرية على خط الأعداد. حكينا المرة الماضية ما هو العدد الكسري؟ حكينا يتكون من جزئين، العدد الصحيح أو يسمى بالعدد الكلي والكسر. فهدول هلا هدول الجزئين معا بدنا نمثلهم على خط الأعداد. يلا يا خامس، ناخذ مثلا عدد 2 صحيح وثلاثة على خمسة. هاي العدد الصحيح 2 وثلاثة على خمسة، بدنا نمثله على خط الأعداد. حكينا الحصة الماضية إنه خط الأعداد هو عبارة عن خط مستقيم لا ينتهي لا من اليمين ولا من اليسار، لأنه الأعداد عندنا ما بتنتهي. خامس، بما إنه أنا بعرف إنه أول رقم بدنا نمثله على خط الأعداد من جهة اليسار هو الصفر، تمام؟ هلأ الحصة الماضية حكينا كنا نركز على مين؟ على المقام. هلأ بدنا نركز يا خامس على العدد الصحيح. مين هو العدد الصحيح؟ العدد 2. هلأ 2، طبعا أنا لو بدي أكتب على خط الأعداد كل الأرقام ما بقدر أكتبها كلها، صح؟ فاطلع علي، هاي صفر، هاي واحد، هاي 2. 2 هاي يا خامس العدد الصحيح 2، هاي 2. إذا أنا هلأ الرقم اللي بده يجي الثلاث أخماس هذا يقع بين 2 وبين 3. انتبه يا خامس علي شو بدي أعمل. هلأ هذه 2 العدد الصحيح. هلأ المقام 5، بجزئ بين 2 والثلاثة 5 أجزاء، بشرط يكون الجزء الخامس وين بيجي؟ على العدد 3. يعني هاي جزء 1 2 3 4، الخامس بده يجي هون على العدد 3. هذه شو بتصير هاي القيمة؟ 1 على 5، 2 على 5، 3 على 5، 4 على 5. طب 5 على 5 تيجي هون، نكتبها بلون ثاني عشان تميزها، 5 على 5. مش حكينا العدد الصحيح على نفسه بيعطيك العدد 1؟ 1 صح؟ بده يعطيني 1. هلا انتبه، الاثنين هاي الصحيح بدها تمشي مع كل الارقام، 2 صحيح و5، 2 صحيح و3 اخماس، 2 صحيح و3 على 5، 2 صحيح و4 على 5. هلا 2 صحيح هاي بدنا نحطها هون. 2 زائد 1 شو بيعطينا؟ بيعطينا العدد مين؟ 3. فبكون انا هيك عينت 2 صحيح و3 اخماس، لاحظ تقع بين العدد 2 والذي يلي الاثنين، مين هو العدد؟ 3. هلا وين 2 صحيح و3 اخماس؟ هيها يلا، هاي 2 صحيح و3 اخماس بعينها، بوضع عليها دائرة واضحة تبين انه هاي موقعها. رح من اول مثال يا خامس تستصعب الموضوع وتحكي هذه صعبة، بس انت تتعود تاخذ مثال ومثالين رح تلاقي الامور سهلة. ناخذ كمان واحدة يا خامس، تمام؟ يلا ناخذ مثال ثاني ونعينه على خط الاعداد. ناخذ 4 صحيح ماشي واثنين على ستة. شو بنعمل أول خطوة؟ نمشي فيهم خطوة خطوة يا خامس. أول خطوة برسم خط أعداد مستقيم. طبعا انت اعمله في المسطرة يا خامس. هاي خط أعداد مستقيم، بحط السهم إنه لا ينتهي من اليمين ولا ينتهي من اليسار، ماشي؟ شو العدد الصحيح هلا اللي بهمني؟ بهمني العدد 4. خامس لا تكتبوا كل الاعداد على الخط الاعداد يا خامس، طلع شو تكتب. اكتب الصفر، هاي الصفر، 1 2، هاي 3، وهي ايش؟ العدد الصحيح 4 بهمني، هاي الاربعة. بعد الاربعة بدها تيجي الخمسة، لا تكتبها خليها في الاخر الخمسة، هيها علشان شو تحط بيناتهم؟ الا الجزء الكسر هذا. هلا هاد 2 على 6، اذا بدي اجزئ بين الاربعه والخمسه 6 اجزاء زي المقام. يلا 1 على 6، 2 على 6، 3 على 6، 4 على 6، 5 على 6، وهون يا خامس بنحط باللون الثاني عشان نميزه 6 على 6 فوق الخمسه، 6 على 6 وتساوي 1. نتركها. هلا بنيجي هون، احنا حكينا 4 صحيح، هيها هذه الاربعه بدها تمشي مع كل الارقام يا خامس. يلا
مع بصير أربعة صحيح وسدس، أربعة صحيح واثنين على ستة، أربعة صحيح وثلاثة على ستة، أربعة صحيح وأربعة على ستة، أربعة صحيح وخمسة على ستة، والآخر واحدة بنكتبها جنب الواحد الصحيح الأربعة. اجمع أربعة زائد واحد شو بيعطيك؟ العدد خمسة هذا، إذا أنت حلك صح. هلأ بنحكي أربعة صحيح واثنين على ستة، وينها هون في الأجزاء؟ هي أربعة صحيح واثنين على ستة، إذا بحط عليها دائرة وبحدد قيمتها. هيك يا خامس نتعود ونتعلم كيف نعين عدد كسري بتكون من جزئين، عدد صحيح أو عدد كلي وبسط ومقام. ناخذ كمان مثال ويكون آخر مثال لتمثيل العدد الكسري على خط الأعداد. هلأ يا خامس كمان مثال، مثل العدد الكسري على خط الأعداد، سبعة صحيح وخمسة على ثمانية. يلا نمشي خطوة خطوة يا خامس. أول شيء باجي على يسار خط الأعداد وبعين صفر جنب بعض، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وقفنا عند السبعة، هيها سبعة عدد صحيح. يلا نعمل وقوف عند السبعة، خلص وصلنا السبعة. هلأ السبعة بنطلع بعد ما ثبتنا السبعة العدد الصحيح، بنروح بنطلع وين على المقام، كم المقام؟ ثمانية. إذا بدي أجزئ ثمان أعداد بين السبعة والثمانية، هاي الثمانية، لأنه بعد السبعة ثمانية. بجوز تسألوا إنه المسافة كبيرة، هاي لأن إحنا بدنا نجزئ فيها الكسر. هلأ المقام ثمانية، نكتب واحد على ثمانية، اثنين على ثمانية، اعملها لون ثاني علشان تبين انه هذا الحل، ثلاثة على ثمانية، أربعة على ثمانية، خمسة على ثمانية، ستة على ثمانية، سبعة على ثمانية، ثمانية ناخذها في لون ثاني، ثمانية على ثمانية، هون ثمانية على ثمانية وتساوي واحد صحيح. دائما آخر رقم الثمانية بكون على العدد الصحيح الثاني. هلأ إحنا شو عندنا العدد الصحيح يا خامس؟ عندنا العدد الصحيح سبعة. يلا مشي السبعة مع الأرقام، سبعة، سبعة صحيح وثمن، سبعة صحيح وثمنين، سبعة صحيح وثلاثة أثمان، سبعة صحيح وأربعة أثمان، سبعة صحيح وخمسة أثمان، سبعة صحيح وستة على ثمانية، سبعة صحيح وسبعة على ثمانية، وسبعة صحيح هون سبعة. سبعة زائد واحد يساوي كم؟ ثمانية، العدد الصحيح. نرجع هلا احنا كنا بدنا نعينه على خط الأعداد، سبعة صحيح وخمس أثمان، وين سبعة صحيح وخمس أثمان؟ هيها سبعة صحيح وخمسة أثمان، هيها. إذا هاي تمثل النقطة اللي بدي إياها. إذا هيك يا خامس أخذنا طريقتين لخط الأعداد. الطريقة الأولى ما كان هون في عدد صحيح، كان في بسط ومقام فقط، والبسط والمقام إما فعلي أو غير فعلي عادي، عيناه على خط الأعداد. اليوم كان في عنا عدد صحيح، ولاحظوا هذا الكسر إيش ماله فعلي، بسطه أصغر من مقامه. هاي الطريقة اللي هي لتمثيله. هاي خلصنا الفكرة الثانية في تمثيل الأعداد الكسرية على خط الأعداد. هلا بدنا ناخذ الفكرة اللي بعديها وهي التحويلات يا خامس، بدنا نحول من كسر إلى كسر، نشوف مع بعض. هلا يا خامس عندنا بعد ما تعرفنا وتعلمنا كيف نمثل كسور وأعداد كسرية على خط الأعداد، بدنا ناخذ تحويل العدد الكسري، تحويل العدد الكسري اللي بتكون من جزئين، عدد صحيح أو عدد كلي وبسط ومقام، إلى كسور غير فعلية، يعني بسطها أكبر من مقامها. نذكرها على السريع، إذا هاي تتكون من جزئين، عدد كلي وكسر، وهاي الكسور غير الفعلية بيكون بسطها أكبر من مقامها. بدنا نحول من أعداد كسرية إلى كسور غير فعلية. طبعاً رح نستخدم باستخدام، رح نستخدم باستخدام عمليتي، عمليتي الضرب والجمع. راح نستخدم هدول العمليتين في عملية التحويل. ناخذ مثال يا خامس، ناخذ مثال ونطبق عليه مباشرة. أنا بدي أعطيك هلأ عدد كسري ثلاثة صحيح وخمسة على سبعة. هي عدد كسري،
ثلاثة صحيح، هاي عدد كلي وبسطه مقام 5 على 7. بدي أحوله يا خامس هلأ إلى إيش؟ كسر غير فعلي. كسر غير فعلي، بسطه أكبر من مقامه. رح نستخدم خاصيتي الضرب والجمع. الضرب هون يا خامس بين السبعة والثلاثة، والجمع بعد ما نوجد الناتج بنجمع مع الخمسة. يعني هيك هيك الخطوات، هيك بهذا السهم بتمشي. ماشي، شوف شو بنعمل. أول إشي سبعة ضرب ثلاثة، هاي سبعة ضرب ثلاثة، وبنوجد الناتج زائد البسط. كم البسط؟ خمسة. كلياتهم على مين؟ على المقام، ما تغير، نفس المقام. أخذناها في رابعة فكرة، نعيدها. سبعة ضرب ثلاث اللي هي المقام ضرب العدد الصحيح أو العدد الكلي، سبعة ضرب ثلاثة الأولوية لعملية الضرب في أقواس بنحطها، زائد البسط زائد الخمسة، كلياتهم على مين؟ على نفس المقام، سبعة سبعة. نكمل عملية الضرب والجمع. سبعة في ثلاثة 21، هاي الناتج. 21 زائد خمسة 26، هاي البسط والمقام نفسه ما تغير، سبعة. هذا كسر غير فعلي، بسطه أكبر من مقامه، كسر غير فعلي. حولنا من عدد كسري إلى بسط ومقام، وكسر يسمى غير فعلي، بسطه أكبر من مقامه. ناخذ كمان مثال يا خامس، يلا شوي. عشرة صحيح واثنين على 15. بدنا نحولها من عدد كسري إلى كسر غير فعلي. في عندك عمليتين ضرب وعندنا عملية جمع، تمام؟ نحط خط الكسر، المقام نفسه ما بتغير، 15، تمام؟ يلا 15 في 10 أو 10 في 15 نفسها، لأنها عملية الضرب تبديلية، زائد بعد ما بنضرب نجمع البسط 2 يساوي. هنا في عندك أعداد متناغمة سهل ضربها، 10 في 15 150، 150 زائد 2 152، على نفس المقام، المقام ما تغير، كم؟ 15. حولنا من عدد كسري إلى كسر غير فعلي، بسطه أكبر من مقامه. هلأ يا خامس كتبت لك إياه التحويل على شكل قانون، البسط على مقام والعدد الكلي ليمثل الأعداد الكسرية. حتى نحولها لكسر غير فعلي شو بنعمل؟ نضرب المقام في العدد الكلي داخل أقواس، لأنها الأولوية للضرب، والناتج بنجمعه مع البسط على المقام، بيعطيني كسور غير فعلية بسطها أكبر من مقامها. آخر مثال يا خامس نحله، عندك هاي المثال 8 صحيح و7 على 9. بدنا نحولها من عدد كسري إلى كسر غير فعلي، بسطه أكبر من مقامه. يلا شو الخطوات؟ حكينا بنستخدم عمليتين حسابيتين، إيش هم؟ عملية الضرب ومن ثم عملية الجمع. نمشي على القانون، طلع القانون، المقام هاي إشارة الكسر، المقام 9 ضرب العدد الكلي 8 ضرب 8 في قوس، زائد البسط، كم البسط؟ 7 على المقام يا خامس، المقام ما بتغير نهائيا، 9 ويساوي 9 ضرب 8 72، 72 زائد 7 79 على 9، حصلنا على كسر غير فعلي. هاي هي الطريقة يا خامس في تحويل الأعداد الكسرية إلى كسور غير فعلية. انتهى لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى، إلى اللقاء في الحصة القادمة.